شو هاليوم؟ سكوت خلاص؟ روح من هون بعد. سكوت ولك أنا كان ناقصني بس أحكي مع كلب. أخفي صوتك خلاص؟ كان ناقصني بس أنت. روح طع عمرك على الصوت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي انت شايف كيف وضعي، وابني بطل بده يدرس لأنه ما معنا مصاري، وأنا كل حلمي إنه هو يكمل دراسته. أنا بتحمل كل شيء بس المهم هو يروح على المدرسة، خليه يدرس ويصير رجال. دخيلك يا ربي أنا مالي غيرك، ساعده لابني. آمين. لك أنت مو ضالل بمطبخك ولا لقمة يا بنت؟ قلت بلاقي شي شغلة آكلها بس ما لقيت غير هاي التفاحة المعفنة. معقول لهالدرجة؟ شو بدك تطعمي ابنك هلأ إذا إجا؟ لو إنه الشغلة بالصلاة كان كل العالم زنقيل، بس الشغلة إنه لازم تشغلي عقلك. ما تقولي هيك أختي، الله كبير ورزق بإيده. أوه الواحد بتكل على رب العالمين، بس كمان الله عطاك عقل لتفكري بنتي. شغلي عقلك. الله رح يتلطف فيني لأنه عندي ولد. بيتلطف أكيد أختي أكيد. يا ربي أنا حابب إني أدرس، بدي كمل دراستي. وصلنا لعند النافورة. رايح النافورة؟ بس نافورة شو يا عمي؟ نافورة دموية. خلي الشوفير ينزلني قريب منها. أنا ما بعرف هي الأماكن يا عمي، أنت بتعرفها يا أخي؟ أي نافورة عم يحكي عنها؟ تيجي بعد الاستراد الطويل بتطلع بوشك. فهمت عليك يا عمي، طريقنا طويل. معلش تخبرني بس نوصل لأنه بدي ينزل عندها. تمام عمي ما تأكل هم، أنت عرفت وينها يا أخي؟ أنا ما فهمت وين هاي النافورة بالضبط. تمام، عرفتها. ماشي عمي، خلص الشوفير عرف وين هي، أنت ارتاح. أسرع شوي يا أخي.
ليه قديش انت صغير وحلو؟ تعال لشوف، تعال. شو انت عطشان؟ يا حبيبي قديشك ناعم وحلو، انت عطشان مو هيك؟ انا هلا رح شربك. يا حلو انت يا صغير، انت خليك هون، وقف وقف وقف. خاد اشرب. اشرب. ها مش الحال؟ ايه انا كتير حبيتك، والوانك كمان كتير حلوة، شبعت مو هيك؟ إيمان، وينك لهلأ فرات؟ إلو ساعة نوفل ناطرك جوا. ما تسأليني شو صار معي. فوت لجوا، فوت. لك وينك يا رجال لهلأ؟ ليكني جيت. قلنا من الصبح ناطرينك، والله خفنا يكون صاير معك شي. يلا طلع لي هالمصاري، خلينا نبلش بالإجراءات فورا. ناطريني بالقنصلية لحتى كملوا المصاري معي. ها وينهم هدول؟ لك وينهم؟ والله كانوا بجيبتي. استغفر الله، شو عم بيصير؟ استغفر الله يا ربي، مو معقول. وين بدهم يكونوا راحوا؟ وينهم؟ يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك. شو عم بيصير معي؟ شكلهم ضاعوا. شو يعني ضاعوا؟ كنت حاططهم بجيبتي، والله جبتهم. يا ربي. أنا بعرف وين وقعوا، أكيد أكيد هنيك وقعوا. كان المحرك بده مي، ورحت عنا فورة كرمال جيب مي، وأكيد وقعوا هنيك. وشو دخلني أنا؟ وبلكي راحت علينا التأشيرة. أخي رح روح جيبهم وإشي. روح وتعال بسرعة، فكرت حالي معتمد على رجال واعي. وخلي ببالك إذا تأخرت ما رح يصير خير. تمام أخي. حبيبي يا عمري، لو سمحت لاقي المصاري وتعا. تمام، أنت ما تاكليهم. أنا ناطرتك. لا فوراً رح يجي. ما تتأخر يا حياتي. إيه ولا يهمك. والله. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.